السلام عليكم. في عندي بروبلم 11104، كثير طلاب سألتني عنه. السؤال هذا بيحكي لي عندي نقطة A، نقطة شمال نقطة A بعد وقفة مقذوفين، مقذوف للجهة هاي. بيحكي لي وقفتها بزاوية 40، يعني أي 40 وهي 40، أنا كلمة سالب 40 إنها للجهة اليسار، يعني مشكلة. إذا ألفا زاوية السطح اللي هي زاوية السطح هذا هي الزاوية ألفا، هي الزاوية ألفا قيمتها 10. تمام. اللي في نوت 24 يوجد المسافة دي بي دي سي. شو بدي أعمل بكل بساطة؟ نطبق معادلات الحركة. أوريجين عندي هون، هي هو راسم لي الأوريجين، يعني مش أنا من عندي مختار الأوريجين، لا راسم لي إياه، قايل لي إنه هذا هو محور إكس هو محور واي، هو هيك قايل لي. عندي السرعة، السرعة هاي هي معطنيها 24 بزاوية 40 من هون، يعني V0 X شو بدها تساوي؟ اللي هي 24 ساين الأربعين. V0 Y بدها تساوي 24 كوساين الأربعين. ليش؟ لأن القريب على X، القريب على الواي هو الأربعين، فبالتالي الأربعين الواي اللي بتاخذ كوساين. طيب شو هسا عندي؟ عندي دلتا اكس، دلتا اكس طبق معادلة حركة، دلتا اكس شو بدها تساوي؟ في فاينل او في انيشال قصدي اكس ضرب تي. تمام، شو دلتا اكس؟ انا بدي اشتغل لبي، الفي نوت اكس معي، التي بدي احسبها، خلي التي مش مشكلة، نجيبها المعادلة هذه. دلتا اكس ايش هي؟ بكل بساطة هي المسافة، اسمها دلتا اكس، يعني باتجاه، يعني باتجاه محور X، يعني بالاتجاه هذا. شو الزاوية اللي بين الـ A أو شو المسافة بين الـ A والـ B؟ هي معطينية هدي B. يلا نرجع لها، دلتا X يعني دي B، والـ V نوت X اللي هي 24 ساين 40. بظل الزمن، بده إياه، فإيش بعمل؟ بروح دلتا Y، شو بدها تساوي؟ في انيشال نوت في تي اللي هي 24 كوساين 40 تي ناقص نص ضرب 9.81 ضرب تي تربيع. فبلاحظ انه عندي مجهول الدلتا واي، اذا جبته دلاله تي بي بصير عندي معادلتين مجهولين وبحلهم. كيف اجيب الدلتا واي؟ سهله برضه، كل شيء سهل، المات هاي بسيطه جدا. دلتا واي اللي هي المسافة بين الـ A والـ B بس باتجاه محور Y، يعني المسافة الموازية لمحور Y، يعني المسافة هاي، يعني المسافة ايش هي؟ لاحظ انه عندي مثلث زاويته ألفا زاوية السطح قاعدته دي بي، يعني صار عندي مثلث زي هيك، الزاوية هاي 10 وعندي هاي دي بي، وانا بدي الدلتا واي. كيف اجيب الدلتا واي؟ احكي تاني 10 بتساوي دلتا واي على دي بي، إذن دلتا واي بتساوي دي بي تاني العشرة. يلا خلصنا، بشتغل هسه عندي معادلتين مجهولين، هاي المعادلة هاي صارت إيش؟ دي بي تاني العشرة. فبالتالي عندي مجهول، معادلتين مجهولين دلالة التي، بعوضهم ببعض بطلع الدي بي. نرجع لوين؟ للفرع الثاني طالب دي سي. طيب نفس الطريقة، يلا نحسب لدي سي. شو بعمل؟ بحكي انه السرعة عندي هيك، وعندي نفس الاشي هذا محور اكس، فعندي هالزاوية 40 وعندي هالزاوية المسافة 24، فدلتا اكس، نفس الاشي، المسافات نفس الاشي، بس بفرق معي ايش؟ الدي سي، هاي دي سي، يعني دلتا اكس هي دي سي. دلتا واي، بكل بساطة نبدأ الارتفاع بين السي والهاي، بلاحظ ان الارتفاع هذا تحت المرجع، فبالتالي هاي شو بحكي؟ سالب دي سي تان الفا اللي هي تان العشرة. بس هذا بيفرق عندي، فلما اطبق المعادلات في دلتا اكس بتساوي في نوت اكس في تي، فايش بكون عندي؟ دلتا اكس بتكون هي اصلا دلتا اكس بدها تكون عندي عبارة عن سالب دي سي، والفي نوت اكس بدها تكون سالب 24 صاين 40، فسالب مع السالب بيروح. هاي اول شغله. يا خلص بهمل الاشارات، لان يعني على الاكس دائما بهمل الاشارات. ليش؟
لأنه المعادلة إكس ما فيها إلا زمن، فإذا أنا اعتبرت الإشارات على اعتبار طبعا زمن سالب وهذا خطأ. بمحكي دلتا واي، دلتا واي بتساوي سالب دي سي تاني العشرة تتساوي في نوت في تي، في نوت في تي اللي هي مستور على فوق، فبالتالي يعطي 24 كوساين 40 تي ناقص نص ضرب جي ضرب تي تربيع. فبالتالي نفس الطريقة معادلتين موجودين، دلتا اكس اللي هي دي سي حكينا، فلو شلت السالب مع السالب بروح فايش بطلع؟ معادلتين موجودين بطلع دي سي ودي بي. فيكون خلص السؤال ويعطيكم الف عافيه.